عباس مدير مكتب اعلام الغرفه الامنيه المشتركه. حاليا في خطه موضوعه امام مجلس الوطني العام ورئيس الوزراء ورئيس الاركان وزير الداخليه لتامين مدينه طرابلس والحفاظ عليها والحد من انتشار السلاح والقضاء على المجموعات الغير شرعيه والكتائب الغير شرعيه. وحاليا قاعدين في اعداد الخطه والهيكله الاداريه جديده للغرفه الامنيه المشتركه والقوى الامنيه المشتركه. وحنشوفوا في الاسبوعين القادمين باذن الله اعمال الغرفه الامنيه واضحه للمواطن حتى يتم اخلاء جميع المواقع وتسليمها للدوله الليبيه والمساعده في بناء ليبيا دوله المؤسسات الدوله المدنيه. من ناحية السفارات كيف تم؟ طبعا السفارات تم إنشاء جهاز لحماية البعثات الدبلوماسية من وزارة الداخلية، لكن احنا نقتصر على حماية مداخل ومخارج مدينة طرابلس بالكامل ودوريات ثابتة ومتحركة في أكثر من نطاق بشكل طولي بشكل عرضي بشكل دائري مبنية على دراسة من عقداء ركن في هندسة الميدان هم اللي عدوا الدراسة وتسلمت حاليا لرئاسة وزارة المواطن الوطني وتمت الموافقة عليها وفي إطار أعداد الميزانية والهيكلة الإدارية الجديدة للغرفة الأمنية المشتركة. هل سيتم رؤية ذلك يتحقق في المدة القادمة؟ كم من الزمن ياخذ هذا؟ وحاليا احنا في أعداد الخطة وأعداد هيكلة إدارية وبإذن الله في خلال أسبوعين على الاكثر حيتم رؤيه النتائج على ارض الواقع. الوضع الان شن ترى خاصه بقرب صدور قانون تداعيات قانون العزل السياسي، كيف ترى الوضع؟ والله الوضع الامني في الوقت الحالي يعتبر مستقر نوعا ما، خاصه بعد الاتفاق على قانون العزل السياسي وقرار مجلس الوطني العام نال رضا ورضا المواطن ورضا حتى الكتائب المسلحه الموجوده داخل مدينه طرابلس. هل الغرفة الأمنية هذه تتبع منه هذه؟ الغرفة الأمنية حاليا الهيكلة الإدارية الجديدة لها تتبع رئيس الوزراء رأسا. قواتها كم تتكون؟ قوات كبيرة ولا صغيرة؟ قواتها تتكون من حوالي 5000 عضو. منين؟ من الداخلية ولا من رئيس؟ من رئاسة الأركان العامة، لواء الثاني، لواء الثالث، ولواء الرابع. وفرق الدعم والإسناد التابع للجنة الأمنية العليا طبعا تابع لوزارة الداخلية. شكرا لك سيد عيسى.